صباح الخير لجميع المشاهدين. نهار اليوم ترتفع قليلا درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس، وتتراجع تدريجيا تأثيرات الكتلة الهوائية المعتدلة الحرارة، وتبدأ درجات الحرارة كما ذكرنا بالارتفاع تدريجيا لتصبح حول إلى أعلى بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم: يسود طقس صافي مع 29 درجة مئوية، المحسوسة 27 درجة مئوية، الرطوبة مرتفعة، أما الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة نبدأها شمالا: إربد طقس صافي 30 إلى 19 درجة مئوية، عجلون 28 إلى 18، جرش 30 إلى 20 درجة مئوية، والمفرق طقس صافي 31 إلى 19 درجة مئوية. المنطقة الوسطى نبدأ بالبحر الميت 35 إلى 27 درجة مئوية مع طقس حار، مأدبة 30 إلى 19 درجة مئوية، البلقاء 29 إلى 19 درجة مئوية. نفس الحرارة والأجواء في العاصمة عمان، أما الزرقاء 31 إلى 20 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية: الكرك 29 إلى 18، الطفيلة 28 إلى 18، الشوبك 26 إلى 17 درجة مئوية، معان 29 إلى 20، والعقبة 36 إلى 27 درجة مئوية. نذهب الآن شرقا إلى الأزرق 34 إلى 21 درجة مئوية مع طقس صافي، الصفاوي 34 إلى 20، ورويشت 33 إلى 21 درجة مئوية مع طقس مستقر بشكل عام. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.